السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم معي في حلقة جديدة من قناة تيتانيك. اليوم عندي لكم فيديو جديد وشرح جديد ومعلومات جديدة كما العادة. الفيديو ديال اليوم غادي ندير فيه واحد المقارنة ما بين الوي فاي ديال اتصالات المغرب وما بين الوي فاي ديال أورانج، وغادي نشوفوا شنو العيوب ديالهم، شنو المميزات ديالهم، شنو هي السلبيات ديالهم، شنو هي الإيجابيات ديالهم. فإلا كنت مهتم بالأمر يا صديقي العزيز فابقى معايا تبع الفيديو حتى الآخر، ولا عجبك ما تنساش دير واحد الزر ديال اللايك، وإلا كنت أول مرة كتشوف الفيديوهات ديالي ما تنساش تهود ذاك الزر الأحمر اللي كاين تحت أسفل الفيديو وتضغط عليه وتشترك معنا. وأما بالنسبة للأشخاص اللي بغاو يتابعوني في الانستغرام فالانستغرام ديالي هو اللي كتشوفوا في الأعلى، نخليكم الرابط في أسفل الفيديو، دخلوا الرابط واشتركوا عندي في الانستغرام. راه غادي نبدا ننزل لكم صور ومقاطع فيديو الحياة ديالي الشخصية، فإذا كنتوا مهتمين بهذا الأمر هذا فدخلوا اشتركوا عندي. وبالنسبة للأشخاص اللي عندهم أسئلة ما ينساوش تروحوا الاسئله ديالكم في الانستغرام، وفي الفيديو القادم ان شاء الله غادي نخصصكم واحد الفيديو خاص بالرد على الاسئله ديالكم. فاللي عنده شي سؤال يطرحوا عليه الانستغرام وانا غادي نجمع الاسئله ديالكم كلها وغادي نحاول نجاوب عليها في الفيديو القادم ان شاء الله. نخصصكم واحد الفيديو غير ديال الاجابه على الاسئله، وهذا ما كان. غادي نبداو على بركه الله، غادي ندوزو للمنتوج الاول. اول منتوج غادي نبداو به في هذا الفيديو هذا هو ديال اتصالات المغرب. غادي نشوفوا هذا الواي فاي ديال اتصالات المغرب اللي كما كتشوفوا تيب لينك هو هذا. نبداو بالمعلومات ديال الروتور ديال اتصالات المغرب. اول مره كتجي كتفتح معاهم كان كاين بزاف ديال العروض فيه. انا درت ارخص واحد تقريبا اللي هو 200 درهم، كتخلص 200 درهم في الشهر، كيعطيوك 4 ميجا اللي هي واحد النسبه اللي هي ضعيفه بزاف بالمقارنه بالثمن. 4 ميجا ما هي والو. وبالنسبه للفيكس، الناس اللي عندهم نظره غلطه كيقول لك دير كيعطيوك معاه الفيكس وكيعطيوك فيه جوج ساعات، راه ما كيعطيوك والو. الا بغيتي جوج ساعات وثلاث ساعات في الشهر كتخصك تزيد 50 درهم، يعني تخلص 250 درهم باش يعطيوك واحد 3 ساعات زايدين في الشهر باش تهضر به مع النومر الاخرين، ويكون عندك الفيكس ديالك، يعني خصك تشري الفيكس ماشي غادي يعطيوك هما كيعطيوك غير الروتور. وهذا الروتور انا ما خديتوش من عندهم، يعني هما الاجهزه اللي كيبيعوهم هي راها سوق خاوي. انا شريت جهاز اخر ديالي راسي من محل اخر وخدمته عندي، يعني خلصت في الاول غير 200 درهم عندهم هما، وشريت هاد الروتور 200 درهم هي 400 درهم. والشهر ديالكم كتخلصوا حتى كتسهلكوا، يعني كتسهلك الشهر عاد تخلصوا، يعني ما كتخلصوش هو الاولاني عاد تسهلكوا حتى كتسهلك. بالنسبه للاشخاص اللي كيخدموا في هذا المجال ديال الانترنت واليوتيوب، يعني 4 ميجا ما هي والو، يعني ما غاتكفيكش، فواحد النسبه اللي هي قليله ديال الانترنت وكيتقطع بزاف، وكتلقاه مثلا ما خلصتش غير واحد الشهر فكينقصوا لك من السرعه ديال الانترنت بزاف، هما عطيك 4 ميجا ولكن من بعد الا ما خلصتش غير واحد الشهر تعطلتي مثلا ولا هادي فكيخليو لك غير واحد الميجا تقريبا ديال الانترنت، وميجا وحده راه ما هي والو، يعني ما تخدملكش حتى تليفون. التليفون كيبقى يعني خدمت غير شي فيديو كيبقى يتقطع. اما بالنسبه اللي كيخدموا في المجال ديال الانترنيت واليوتيوب وكيسيبوا فيديوهات فراه ما غاديش يخدم لكم نهائيا. ميجا وحده ديال الانترنيت راه ما سويه والو، يعني كما كتعرفوا كاين داونلود وكاين الابلود. فالداونلود هي اللي كتحمل بها الفيديوهات من اليوتيوب لعندك، والابلود هي اللي كتسيب، يعني هي اللي كتسيب الفيديوهات ليوتيوب. وباش تسيب فيديو في اليوتيوب كيخص يكون عندك واحد جوج ميجا هي القليله في الابلود، يعني باش تقدر تسيب الفيديو ليوتيوب. اما باش تشاهد ف 4 ميجا راه كافياك. فاول مره ملي كتخلص ديك 200 درهم وكتشري الروتور مثلا، بغيتي تشري الروتور ديالك كتشري مع راسك محل اخر، بغيتي تاخذ من عندهم كيحسبوا لكم ديال المغرب 125 درهم، يعني واحد الثمن قليل، ولكن راه الكفاءه ديالو راه ضعيفه بزاف، يعني ما صالحكش هذاك في الدار. ف ملي كتشري اول مره تخلص الواجبات ديالك كيدير معاك كونطرا ديال عام، يعني خصك عام دوزه معاه من فوق عام عاد الا بغيتي توقف، ما يمكنلكش توقفو في اقل من عام، ولا بغيتي توقفو كيخصك عندك شي سبب باش توقفو. المهم فيه شويه ديال التبرزط، انا نقول لكم شنو المشكل اللي وقع لي معاهم. من بعد ما كتخلص الواجبات ديالك وتخلص كلشي كتعطيهم العنوان والمسائل كلها، فاش كتاخذ الروتور ديالك يسردوك واحد الشخص من العمال ديالهم اللي غادي يركب لك الخيط ديالك وغادي يقاد لك الامور في البيت ديالك. ربما يقدر يجيك على نهار، ربما يقدر يجيك على يومين، فعلى حسب الكان ديال المهمه هي. يعني هاد النقطه هذه فيهم مزعجه بزاف، وحتى ملي كيجي وكيركب لك الخيوط ديالك ما كيطلقش الكونيكسيون ديك الساعه، كيخصك دوز واحد 48 ساعه عاد يطلق لك الكونيكسيون. يعني واخا هو كيقاد لك الامور وكيخليك كلشي هو داك ناضي، ولكن كيقول لك الكونيكسيون ما عاد تطلق حتى من دابا 48 ساعه، يعني كارو تويتر باش تطلق لك الكونيكسيون في البيت ديالك. هذا المشكل الثاني اللي ما عجبنيش فيه. فمن بعد ما كتركب لك المسائل ديالك كلها وكيصبح الواي فاي ديالك جاهز في البيت ديالك وكتبقى تستخدمه عادي، فمثلا الا وقع لك واحد الروتال في الخلاص ما خلصتش واحد الشهر في الوقت كينقصوا لك منه بزاف. مثلا عندك 4 ديال الميجا ديال الانترنت غير يخليو لك فيها غير ميجا وحده، يعني كتجبر واحد النسبه قليله كتوصلك ديال الانترنت. الا كنتي خدام مثلا في هذا المجال ديال الانترنت واليوتيوب وكتسيف فيديوهات
راه ما يبقاش خدامك بصفه نهائيه. يعني انا كنت كنلقى مشكل من هذه الناحيه هذه، كنت بعض المرات كيوقع لي الروتر في الخلاص كنت كنساه، ومني كتنسى وكتجبر راسك داز الوقت ديال الخلاص كيقطعوا لك في مره، وحتى الا وليتي اتصلت بهم باش وليت تلقاو لك ما كيتلقاوكش ديك الساعه، يعني خصهم واحد الفتره عاد كيتلقاوك الويفي ديك واش راك كيف ما كان. وكان كيوقع هذا المشكل هذا معاهم بزاف، يعني الفيديو ملي كنت كنبغي نسيب الفيديو فيه 7 ديال الدقائق ولا 8 دقائق باش تسيبو في اليوتيوب كان كيخصك واحد 3 ايام. يعني تخيل انت 3 ايام باش تسيب فيديو واحد في الانترنت، باش تسيب فيديو واحد في اليوتيوب، يعني شوف شحال ديال الوقت. بعض المرات كنت كنخلي البيسي النهار كامل وهو فاتح، ويعني هو كيتشارج حتى من الاضاءه، كنت كندير له ديك السكون بعد 5 ساعات باش ما كيوقفش، وكنعس وكنخليه بالليل هكذاك. تخيل انت يعني واحد 3 ايام ولا يومين دوز لك هكذا باش تسيب فيديو واحد، هذا مشكل ومشكل كبير بزاف. يعني هذا هو النقطه الكبيره اللي كنت عجبني في ويفي ديال اتصالات المغرب، وما كنتش حامل عليها نهائيا، ما كنت باغي نبدلو من الاول. كنت كنقول يا اما نبدلو يا اما نزيد فيه، يعني يا اما ندير 12 ميجا يا اما نبدلو، فما كسبليش ندير 12 ميجا. يعني هادو هما المشاكل اللي كان عندي في اتصالات المغرب، وكان بزاف المشاكل معني ما نذكروش في الفيديو باش ما نطولوش في الفيديو بزاف. فدابا غادي ندوزو للمنتوج التاني اللي غنشوفوه ديال اورانج، نشوفو عاد واش المميزات ديالو شنو العيوب ديالو. فكما كتشوفوا المنتج ديال اورانج هو هذا، كما كتشوفوا ديال اورانج هو هذا هو اللي عندي خدام به حاليا. هو عندي مركب هذا الكرتونه ديالو، يعني خاويه ماشي عامره. وهذا المنتج ديال اورانج فيه بزاف الحوايج عجبوني، يعني على العكس ديال اتصالات المغرب. فغادي نشوفوا الحوايج اللي عجبوني الحوايج اللي ما عجبونيش حتى هو فيه. فاول مره كتمشي عند تاهمايا كيقول لك شمن نوع ديال الويفي اللي خصك، واش بغيتي محدود او لا غير محدود، يعني واش ايليميتي ولا بغيتي محدود. الا طلبتي المحدود كاين بالعروض، هما كاين 60 جيجا في الشهر، كاين واحد اخر ما عرفتش شحال فيه من جيجا، يعني هادو من العروض اللي كاين. هذا ايليميتي اللي عندي، هذا ايليميتي الثمن ديالو هو 240 درهم في الشهر كتخلص، يعني الا بغيتي ايليميتي وفيه السرعه ديال 12 ميجا، هما كيقولوك 12 ميجا ولكن ربما توصل ربما تكون اكثر ربما تكون اقل، يعني ما كايناش ديك 12 ميجا محدوده بالضبط ديما تلقى 12 ميجا. وكيقول لك على حسب مثلا المنطقه اللي ساكن فيها دابا انت، الا بغيتي مثلا تعرف السرعه واش تكون عندك مزيانه لا، كيخصك تركب واحد كارت ديال اورانج ودير فيها تعبئه ديال الكونيكسيون وتمشي للمنطقه اللي ساكن فيها انت وتخدم. الا خدمت الكونيكسيون مزيان في الدار وكانت السرعه مزيانه، فعرفت هذيك فعرفت هذيك الويفي اللي غادي تشري ديال اورانج غيكون مزيان تمايا. ولا كانت السرعه ثقيله ناقصه بزاف او ما خدامش مزيان، فعرف نفس المشكل غيكون عندك حتى في الجهاز ديال اورانج. فعلى العموم فمن بعد ما مشيت لعندهم وتفاهمت معهم، يعني هذا اول مره كتشريه كتخلص فيه 700 درهم. اللي سمعت ان في الاول كان كي الثمن ديالو كيدير 500 درهم، ومن بعد لقاو الاقبال عليه داروا له 600 درهم، واخر مره دابا انا خديته جبتو داير 700 درهم، يعني وصل 700 درهم من 500 درهم حتى 700 درهم، كل مره كيزيدوا فيه شويش. علاش؟ حيت فيه بعض المميزات حنا نذكروهم. فمن بعد ما كتاخذ هذا ديال 240 درهم حتى هما كيشرطوا عليك شنو بغيتي، واش بغيتي دير معنا كونترا ديال العام ولا ما بغيتيش دير معنا كونترا. شنو الفرق ما بين الكونترا ديال العام وما بين دير الكونترا وما بين ما ديرش الكونترا؟ الا خلصتي 700 درهم وخديتي الروتور ديالك وبغيتي دير كونترا، كتستافد من واحد الشهرين، كتستافد من واحد الشهرين كيعطيوها لك فابور. يعني انت الا كتكون كتستعمل الويفي ديالك كتخلص الشهر الاول الثاني الثالث الرابع الخامس والسادس ما كتخلصهمش، يعني كي هذاك فابور كدوز، ولكن خصك تكون داير كونترا ديال العام، يعني كيضمنوا واحد العام ديال كيضمنوا واحد العام ديال الاشتراك معاهم. يعني بالنسبه للاشخاص اللي باغيين يستمروا فمزيانه هذه النقطه هذه، دير معاهم كونترا وتربح واحد الشهرين فابور راه مزيانه. وإلا بغيتي مثلا ما ديرش كونترا فكتخلص 700 درهم ديالك وكتبقى تخلص شهر بشهر ديالك، يعني ما كاينش شي شهر غير دوز لك خاوي، خلصتي غتستافد ما خلصتيش ما غتستافدش. وحاجه واحده اخرى وهي انك كتعطيك معاه 2 ساعات ديال المكالمه، يعني مع جميع الشبكات ومع 0.5 او الفيكس ايليميتي، يعني كتهضر من الفيكس للفيكس ايليميتي، وحتى هو ما كيعطيكش الفيكس معاه، يعني هو بيدو خصك تجيب الفيكس ديالك لراسك، خصك تمشي تشريه. كتستافد من واحد 2 ساعات مع جميع الارقام، وكتستافد مع النوامر ديال الفيكس اللي مبدي من 0.5 ايليميتي، يعني تهضر شحال ما بغيتي ما عندكش مشكل. والكونيكسيو ديالو حتى هي مزيانه بزاف، يعني ماشي غنقول لك واعره ولكن مزيانه بمقارنه مع اتصالات، فانا عجبتني بزاف. فبالنسبه للفيديوهات كنت كنسيب مثلا فيديوهات ما كياخذوش مني فوق 10 ديال الدقائق
فهي لا طال بزاف. فبالنسبه كما قلنا كاين الداونلود وكاين الابلود، فالابلود هي اللي كتسيب الفيديو في يوتيوب، فهذه ما كنتش كنلقى فيها مشكل. يعني الفيديو اللي صاوبته مونتيسو ديك النهار كديك النهار كيتسيب ما كيتعطلش، ماشي على عكس اتصالات كنت كنلقى مشكل باش نسيب فيديو في اليوتيوب. فهاد النقطة عجبتني بزاف. والنقطة اللي عجبتني بزاف أكثر من هادشي كامل هو أنه كيتنقل، ما عندكش مشكل فيه. تخيل أنت في واحد المدينة كتكون خدام مثلا وكتبغي تبدل لمكان آخر، كتهزو كتديه معاك عادي. كنت مسافر مثلا، أنت عايش في بلاصة ووالديك عايشين في بلاصة أخرى، وكتمشي مثلا عند مرة في العام أو جوج مرات، فكتاخد ديك الويفي ديالك وكتديه معاك، مكتلقاش مشكل نهائيا. يعني تخيل أنا سافرت آخر مرة، ماشي بزاف، سافرت خديت معايا، يعني اول ما تجري بعدين ندي معايا الويفي. ففاش ديت معايا الويفي عجبني الحال بزاف وخدم لي يعني عادي، ما لقيتش مشكل في الكونيكسيون نهائيا. وهاد النقطه مزيانه بزاف، يعني حتى الفيكس ديالك الا بغيتي تاخده معاك تاخده معاك، ما عندكش مشكل. حتى هو الفيكس بحال بحال، يعني ما كيحتاجوش شي خط في السماء لا يجي عندك للدار ولا هادي، غير الريزو صافي. يعني فين ما لقيتي الضو كتخدم الويفي ديالك عادي، وفيما خدم لك الويفي ديالك خدم لك حتى الفيكس، يعني مسألة عادية وما تلقاش مشكل نهائي. وهاد النقطة عجبتني بزاف، هذا الروتر ديال اورانج، وهذا هو اللي خلاني يعني زاد حفزني اكثر باش ندير هذا اورانج. وصراحة الله يعني بمقارنة مع اتصالات فهو احسن. فانا كنشوف الناس بزاف ولاو كيميلوا الاورانج، ومني استعملته انا شخصيا عرفت الناس علاش كيستعملوه، فهذه واحد النقطة مزيانة بزاف. فيمكن طولت عليكم الفيديو بزاف، ما خصنيش نزيد نطول عليكم كثر. فاكتبوا لي في التعليقات قولوا لي شنو اللي عجبكم نتوما، وقولوا لي شنو هو الراي ديالكم في هذا الكلام اللي قلت انا، هذا رايي الشخصي. وعطيني نتوما رايكم الشخصي في التعليقات، قولوا لي شنو الراي ديالكم. فكنظن الفيديو انا وصل للنهايه ديالو، كنشكركم على حسن المتابعه، كنقول لكم الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساش دير واحد زر ديال اللايك، والا بغيتي تبارطاجي هذا الفيديو مع صحابك غتكون احسن، وغتفيد به غير ناس صغيرك، وفضلوا على خيرك فاعله. وقليلا نقول لكم إلى ألقاكم في فيديو آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.